في آخر آية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بيدي وكلتا يديه يمين. شنو هذه الأشاعرة تفسيرهم لها؟ هي كذا، ربنا له يدان ولا أكثر، لما أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا، جمع يد، والأيادي الأعطاء، في فرق بين الأيادي والأيدي. كويس، زي ما قال: فكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. مولانا سيدي رمضان الحجازي الدسوقي، يعني أنت شافعي المذهب ولا مالكي؟ الله يخليك. مالكي؟ خلينا نأرخ، مالكي؟ أيوه مالكي والله. وأشعري العقيدة؟ زي حسن هيتو كان يكتب كده على الباب، شافعي المذهب. والله هذا درسنا من السؤال السيد يوسف. الوالد سيد يوسف راعي ولا جابه بالسبعين مع الديوان الشرعي؟ كان ناظرنا، جاب ناس أبها. الحمد لله. مشكور. شكرا. وصوفي المسلك. وصل الشيخ. لا يتعور، ما عندناش غيره. شوفك بالليل ان شاء الله.